لعقود كانت الأجسام الطائرة المجهولة أو ما تسمى بـ UFOs محور نظريات المؤامرة وعناوين الصحف وأفلام هوليوود. والآن الملف في الكونغرس. ديفيد غروش مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية قال خلال جلسة استماع بمجلس النواب إن الحكومة تتستر على برنامج دفاعي حول الأجسام المجهولة أو ما يعرف أيضا بالظواهر الشاذة غير المبررة. غراش في شهادته قال إن الحكومة عثرت على مواد بيولوجية غير بشرية وجدت في مواقع تحطم الأجسام الطائرة المجهولة، مستشهدا بمقابلات قال إنها أجراها مع 40 شاهدا ذوي ثقة على مدى 4 سنوات. خلال الجلسة أيضا ادعى طيران سابقان في سلاح الجو الأمريكي أن كلاهما واجه أجساما تطير بطريقة تفوق قدرات البشر التكنولوجية وتتحدى قوانين الفيزياء المعروفة. يعني حرب النجوم وما رافق حتى من تطور درامي لهذه العملية، هل هو بات جزء من مخيلة الإنسان العادي بأنه يتوقع أنه بالفعل في كائنات أخرى تشاركنا غير أجلك الله والسامع الحيوانات بكائن آخر مختلف لا نراه اليوم قد نراه مستقبلا، هو سبقنا بالتكنولوجيا سبقنا بالخبرة العلمية؟ اوكي الحين انت قاعد تتكلم عن جزء. هل هذا اللي احنا قاعد نشوفه خيال ونتاثر فيه بالضبط. ولا في عليه ادله علميه ايه. طبعا لا شك الثقافه والقصص اثرت على مخيله الانسان تمام، لكن هناك ايضا جانب علمي لهذا الموضوع واحده من الاشياء اللي دائما تطرح هي فيرمي بارادوكس. هذه البارادوكس تقول لك أن في ظل وجود عدد هائل من الكواكب ويعتقد على الأقل 10 مليار كوكب ممكن يكون عليها حياة ومن هذه أيضا حياة ذكية، فأين هذه الحياة الذكية اللي موجودة حتى في مجرتنا وينها وليش ما تواصلنا معها؟ ففي هناك جانب علمي وفي هناك أيضا جانب ثقافي طيب. أو جانب دكتور محمد يعني اليوم أدلة من يسوقون أنه في ناس واحد يتكلمون عن مثلا الأهرامات سواء اللي موجودة في أمريكا اللاتينية أو حتى في الشرق الأوسط بأنه هذا البنيان وهذا التحنيط وهذا المستوى متقدم جدا حتى ما لدينا اليوم رغم التكنولوجيا اللي إحنا قاعد نعيشها والاكتشافات هو متقدم علينا بمراحل، يقول لك أنه إحنا وصلوا إلى ما لم نصل إليه إلى الآن. لا 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 من قال وصلوا إلى أشياء إحنا ما وصلنا لها إلى الآن، إحنا واصلين وأكثر. أنا ما أعرف ليش هذا الخيال والخدعة الذهنية اللي تصير موجودة عند الإنسان اللي تخليه يعتقد أن الأشياء اللي موجودة قبل 5000 سنة أفضل مما هو موجود اليوم. هذا خليه على جنب، يعني الخيالات البشرية دائما تحاول تضفي صورة غير موجودة في الواقع.